أهلا وسهلا بقناتنا. أنا اسمي خديجة. اليوم نطبخ لكم أكل صير عندنا هون بالمخيم. الشغلات اللي نحن بدنا نحضرها اليوم للطبخ: هاي بطاطا، زيت. يا بالبيت ما في زيت، هلا بدي أجيب زيت من عند الجيران. أمي، هذا ملح. يلا بدنا نبلش. هاي هلا البطاطا عم نقشرها. أنا ما بحسن أسويها نظيفة، أختي هي اللي بتساوي البطاطا. هديك السنة أختي بالألغام ماتت. هلا بدنا نداري حالنا. هلا هدول جاهزين. هلا بدنا نشغل الببور. هلا بدنا نكت الزيت ونستناه يبين ما يحمى. هلا بدنا نزيد البطاطا. طبختنا جاهزة. طعمته طيبة كتير لذيذة. هاي الأكلة لون معها كاتشب كان صارت أطيب. أنا الكاتشب هون غالي. صارنا 4 أيام نحن عم ناكل بهاي الطبخة. هلا وصلنا لآخر الفيديو. بتشكركم كلياتكم. لا تنسوا تراقبوني. ياي أنا ما عندي قناة. إذا بدكم تجوا تزوروني تجوا على المخيم. كمان نور سوي له.